لبوسري تعود لفرقاني، يبدل في اتجاه بن شيخ، فرصة لبن شيخ كان ينتظر يحاول يراوغ، يدخل بالكرة بن شيخ وركنية. يظهر لي بن شيخ كان تباطى نوعا ما، وإلا كان كان ربما يسجل الهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني الجزائري. بن شيخ يجد الطريق امامه، بن شيخ فرصة، يدخل منطقة 18 متر، مجموعة من اللاعبين، والهدف الثالث، والهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني الجزائري. الهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني الجزائري من انذار ضمن بن شيخ. اذا الهدف الثالث، الهدف اللي كنا نفتشوا عليه، يأتي من طرف بن شيخ، حقيقة اللي بذل مجهود فردي، مجهود فردي يشكر عليه بن شيخ، اللي تمكن في هذه اللحظة من تسجيل الهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني الجزائري. هكذا تصبح النتيجة 3-0، 3-0 لصالح المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره الأوغندي.